الطريق، جهاز تقسيم العينات، جهاز تكثيف خام الكوارتز، جهاز تحضير الخامات الدقيقة، جهاز تحديد درجة اللون للمادة الخام والمنتج النهائي، جهاز التحليل الحجم الكهرومغناطيسي، ميكروسكوب ضوئي للكشف البلوري عن المعادن، جهاز قياس حجم الجسيمات بالليزر، جهاز الامتصاص الذري لتحديد نسب العناصر والشوائب المعدنية الموجودة بخام الكوارتز. سيادتك يا فندم، بيتم إعداد وتجهيز وصفة الخلطة الخاصة بإنتاج ألواح الكوارتز طبقا للمواصفات المطلوبة عن طريق جهاز قياس اللزوجة، جهاز خلط معملي، جهاز معالجة العينات. وأخيرا يا فندم، يتم إجراء اختبارات الجودة على المنتج النهائي للحصول على منتج عالي الجودة يطابق المواصفات والمعايير الدولية المطلوبة عن طريق جهاز قياس الشد والمرونة، جهاز قياس تأثير الصدمات على المنتج النهائي، بالإضافة يا فندم لمجموعة من الاختبارات الكيميائية والفيزيائية للتأكد من مقاومة المنتج للأحماض، مقاومة المنتج لامتصاص السوائل، ومقاومة المنتج لدرجات الحرارة المرتفعة. أي أوامر يا فندم؟ تحت أمر سيادتك. كلية علوم يا فندم. كلية علوم يا فندم من مختلف المحافظات. أوامر يا فندم. جيد جدا وممتاز يا فندم. بالضبط يا فندم. جيد جدا مع منتدى الشرف يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. إن شاء الله يا فندم. اتفضل تحت أمر سيادتك. 4440 يا فندم. لا يا فندم مش بالحواس. ربنا يخليك يا فندم. شرطنا بزيارة سيادتك. ربنا يخليك يا فندم. عشان كده يا فندم بيتم استخدام بعض حبوبات الكوارتز في فوتبول السكر الحديد. تمام سيادتك يا فندم. في المصنع بتاع الفيرو سيركون يا فندم اللي موجود في أسوان. كل المقاسات يا فندم هو الستاندر بتاع السلاح 160 ب 320. بنعمل أي مقاسات بالجودة العالمية وطبق المقاسات العالمية. عشان كده نقدر ان شاء الله ننافس في سوق العالم. عندنا الوان متنوعه، عندنا اشكال متنوعه، اي الوان يا فندم ان شاء الله، سواء ببين. لا يا فندم، دي الكوارتز لونه ابيض طبقا للون اللي انا عايزه، بحط عليه الالوان والسبب اللي عايزها. وده البين يا فندم بتاع الروبوت اللي بيتعمل اوتوماتيك، ده انا عايز بين رفيع او عايز بين عريض طبقا للمطلوب اللي مطلوبه العميل. ألواح الكوارتز الفندم هي مضادة للميكروبات والفيروسات والإلقاء من أشعة الضوء البنفسجية والأحماض. عشان كده احنا بنستخدمها في العديد من المجالات المختلفة. عاملين هنا فندم معرض للاستخدامات المستخدمة للكوارتز. في الاستخدامات نموذج الاستخدامات البنفسجية فندم موجود عليه، نموذج للاستخدامات الكهربائية. عشان هي مضادة للميكروبات البكتيريا فندم بيتم الاستعانة بها في الاستخدامات الطبية، أي تجهيز غرف العناية المركزة أو تجهيز غرف العملية في المستشفيات وخاصة المستشفيات الأورام والسرطان. دي عينات برضه فندم بيخش تعميل يختار الألوان اللي هو عايزها طبقا للسمك في حاجة 2 أو 3 سمك. هنا سيادتك في عينات لأهم الخامات الاستراتيجية التعدينية اللي موجودة وغنية بها بلدنا مصر غالية. لو جينا اتكلمنا على خامة الرمال البيضاوي الفندق هو متواجد وبوفرة في مصيف أو زميمة أو الزعفرانة، وده بيستخدم في صناعة الزجاج والكريستال
والاكثر جوده بيستخدم فيها الالواح الضوئيه والاوتو والشمسيه والواح السيليكون. خام الكوارتز هو بيتواجد بكثره في منطقه السباعيه وابو الطول، وده العنصر الاساسي في صناعه الاسمده الفوسفاتيه والمخصبات الزراعيه وحمض الفوسفوريك. خام الدندره يا فندم ده من الخامات النادره في الارضيه، بيتواجد في منطقه ابو دباب وبيكون مصاحب لخامات اخرى زي التصدير والاستثمار، وبيخش في الصناعات الاستراتيجيه زي محركات القطارات ومحركات السيارات في حده السرعه. وعلشان درجه نقاط يا فندم بيخش برضه في صناعه بعض الاجهزه الطبيه زي المفاصل الصناعيه. خام الالبايت يا فندم، احنا الحمد لله عندنا اكبر خام البايت موجود في شرم الشيخ في تخصص جنوب سيناء، وهو من اجود انواع الالبايت الموجود في العالم، وبيستخدم في صناعه السيراميك والبورسلين والادوات الصحيه. واحنا الحمد لله التخريب في خطه تطوير يا فندم الخام، وان شاء الله على اخر السنه هكون جاهز علشان ننافس بيه المنتج العالمي. خام الالبايت يا فندم ومن اكبر المناجم اللي موجوده بيها خام الالبايت هي في منطقه ابو سول، وده يا فندم بيتكون من عنصرين: اكسيد الحديد واكسيد التيتانيوم. اكسيد الحديد بيستخدم في الخبث الحديد والصلب، واكسيد التيتانيوم بنستخلص منه التيتانيوم وعشان يخش في صناعات الاستراتيجيه ومحركات الطائره. اخيرا يا فندم خام النحاس، وده طبقا لتوجيهات سيادتك تم ارسال فريق بحثي مشترك من الشركه والشركه الانجليزيه اللي بتتم عرض عشان استخلاص خام النحاس من المنجم الموجود في شرم الشيخ مساحه 7 كيلو. جميع العينات اللي موجوده امام معاليك هي عينات حقيقيه من المناجم الطبيعيه اللي موجود في بلادنا باذن الله. واي اوامر تحت امرك معاليك، تفضل.